يشاء جناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الايام طير الحرية الطاير من فوق الشام نزل عبرد الى ايراف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضو يا شمس بلادي فوق الايام علوها علو الراي سوريا صارت اي علوها علو الراي سوريا صارت. صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا وعم تتابعونا. نهار جديد إن شاء الله يا رب يكون حامل بكل تفاصيله. كل الخير لكم، وعم نطلع عليكم من مكتبة الأسد الوطنية اللي احتضنت على مدار الأيام الماضية معرض الكتاب بدورته 30، واليوم هو اليوم الختامي للمعرض. ضمن صباحنا غير كنا على مدار الأيام احتياط خاصة عن المعرض ونشاطاته وفعالياته. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وأكيد بالبداية تحيتنا لرجال الحق حراس الأمن والأمان رجال الجيش العربي السوري. يسعد صباحك ليا. صباح الخير يا نور، وصباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية بهذه الحلقة الجديدة من برنامج صباحنا غير. وأكيد دايما تحيتنا لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري. اليوم رح يكون معنا محطات أدبية ثقافية عن معرض الكتاب، وأيضا اجتماعية بالإضافة لرصد المسابقة البرمجية يلي بتنطلق فعالياتها اليوم، وهالمواضيع وغيرها أيضا من الأخبار والتقارير رح نتوسع فيها أكثر ضمن مساحتنا الصباحية. ولكن خلينا نروح لفاصل لحتى نبلش صباحنا غير. أنا الدمشقي، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحبب جراح. يعني أما هلأ صار الوقت لنروح سوا ونقلب بصفحات التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث يلي تشكلت مثل هاليوم بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1807، الأمريكي روبرت فيلتون يبحر في نهر هاتسون بواسطة أول قارب بخاري. في عام 1863، فرض الحماية الفرنسية على كمبوديا. في عام 1970، الاتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي كوزموز 356 الذي يدور حول الأرض دورة كاملة
كل 92 دقيقة. في عام 1999 كسوف كلي للشمس شوهد في مناطق كثيرة من أوروبا وآسيا الوسطى. عام 2015 تتويج نادي برشلونة الإسباني بكأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه. ومن الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1858 طبيب في الطب عام 1929. في عام 1926 أرون كلوغ عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1982. ومن أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1972 ماكس تايلر عالم جنوب أفريقي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1951. وفي عام 2014 روبن ويليامز ممثل أمريكي. صباحنا لسه بأول ويمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. وضمن حكاية اليوم شخصيات كتيرة تركت أثر بحياتنا، مين شخصيتنا لليوم؟ خلينا نتعرف سوا. ماكس تايلر عالم فيروسيات جنوب أفريقي، ولد في جنوب أفريقيا في 30 من كانون الثاني في عام 1899. كان والده أرنولد تايلر عالم جراثيم بيطري من سويسرا. تعلم ماكس في مدرسة بريتوريا الثانوية للبنين، ثم كلية رودس الجامعية، ثم مدرسة الطب بجامعة كيب تاون التي تخرج منها عام 1918. غادر تايلور جنوب أفريقيا للدراسة في مدرسة طب مستشفى سانت توماس التابعة لكلية الملك بلندن، وفي مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحرة. في عام 1922 حصل تايلور على شهادة في الطب من المناطق الحرة وحفظ الصحة، وحصل على ترخيص كلية الأطباء الملكية وعضوية كلية الجراحين الملكية في إنجلترا، بعد أن قام تايلور بإصابة فئران التجارب بفيروس الحمى الصفراء. اكتشف أن الفيروس المهن يعطي مناعة ضد الحمى الصفراء لقرود ريسوس، وهو الاكتشاف الذي أدى إلى أن طور تايلور لقاحاً ضد هذا المرض. أنتجت مؤسسة روكفلر بين عامي 1940 و1947 ما يقرب على 28 مليون جرعة من هذا اللقاح الذي كان له الفضل في القضاء على الحمى الصفراء كمرض كان آنذاك واسع الانتشار. وكان هذا الاكتشاف هو الذي أدى إلى منح تايلور جائزة نوبل في الطب عام 1951. له الكثير من المؤلفات، منها العدوى الفيروسية والركسيتية في الإنسان، الحمى الصفراء، فيروسات الفقاريات المنقولة بواسطة مفصليات الأرجل. كما كتب تايلور العديد من الأوراق البحثية في الجريدة الأمريكية لطب المناطق الحرة وحوليات طب المناطق الحرة وعلم الطفيليات. توفي تايلور في الولايات المتحدة في 11 من آب عام 1972. رح نروح وأول فقراتنا لليوم لعالم الشعر والأدب مع شاعر وإعلامي سوري ما قدرت المسافات أنه تبعده عن إقامته لسنوات طويلة خارج بلده سوريا، أنه تبعده عن تعلقه بأرضه، بالعكس زادت هيدا التعلق بالوطن وهاجسه أنه يكون الوطن بشعوه بأدبه. واليوم مساحة خاصة مع الإعلامي والشاعر ابن القنيطرة الأستاذ طلال درويش. أهلا وسهلا فيك استاذ طلال. يا مرحبا. صباحك. يا مرحبا، انا سعيد جدا اليوم انني ببلدي سوريا وبعاصمتها دمشق قلب العروبه النابض مدينه الياسمين، وفي ساحه العز والكرامه ساحه الامويين التي عن يميننا وقبالتنا السيف الدمشقي، وفي هذه القلعه من قلاع الاعلام السوري، القناه الاخباريه السوريه التي
صمدت في وجه هذه المحنة التي واجهت سوريا، ووقفت كما وقفت شقيقاتها القنوات السورية لتصدى هذه الهجمة الشرسة على بلدنا الحبيب سوريا. أنا في غاية السعادة وأنا بينكم اليوم بين هذه الأسرة الجميلة وهذه الوجوه الجميلة. أكيد أستاذ طلال، ونحن سعيدين بوجودك. بالبداية يمكن الوطن والغربة حالة عم تعيشها وبتنعكس على أشعارك وأعمالك، خلينا نحكي عن أثر السفر فيك كشاعر. والله يا عزيزتي، الإنسان يبتعد عن وطنه في جسده، لكن الوطن يحمله أينما ذهب، بقلبه وين ما كان، يحمله بقلبه ووجدانه وشعوره. وطيلة السنوات التي ابتعدت فيها عن بلدي سوريا لم أكن غائبا عنها لحظة واحدة، كنت أتابع أفراحها وأحزانها، أتابع انتصاراتها، أتابع المحنة التي مرت بهذا البلد الحبيب سوريا التي لا تستحق أن تواجه مثل ما واجهت. كنا نعيش هذه الفترات العصيبة في تاريخ سوريا بكل مشاعرنا وأحاسيسنا، وكم بكينا، كم تألمنا، كم شعرنا بالمرارة لما تواجهه هذه البلد العظيم سوريا، بلد الخير. لكننا والحمد لله بدأنا الآن نتنفس رائحة الانتصار ونشم رائحة الانتصار، ونحن اليوم نشهد إن شاء الله بداية عهد جديد ستنهض فيه سوريا كما ينهض طائر الفينيق من الرماد لتقول أنا هنا. وأنا أقول اليوم من على هذه الفضائية السورية، أقول هنا دمشق. هذه الكلمة التي كنت أرددها دائما وكنت أختم بها منشوراتي في وسائل التواصل الاجتماعي كانت تعني لي الكثير، تعني لي وجدانيا، عاطفيا، وطنيا، إنسانيا. تعني لي أن سوريا باقية، وأن سوريا ستبقى رغم كل هذه الهجمة التي واجهتها، ورغم هذه الحرب الكونية كان لدي إحساس حتى في أحلك الظروف أن سوريا ستنتصر، وها هي سوريا بهمة تنتصر رجالة بهمة رجالها. نعم أستاذ طلال، يعني من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتلفزة، ويمكن المزيج من الشعور بين الحنين والخوف والانتصار والرعب والشهادة والجراح، يمكن كل هاي الأحاسيس امتزجت وخاصة بالغربة. نعم. خلينا يمكن نسمع منك أو نسمع سوية بعض من الأبيات بتحكي عن هذه الحالة اللي عشتها ببلاد الغربة. طيب أبدأ بقصيدة سلام على الشام. أقول فيها: مني إلى الشام السلام، من أجلها يشدو الحمام، في ظلها تحلو المنى، فيها يطيب لي الغرام، هي أمنا، هي عزنا، فيها أنا لا أضام، قد بت صبا مغرما في حبها أنا مستهام. ماذا أقول بوصفها وكيف يسعفني الكلام، ستظل قبلة حبنا في عشقها لا لن نلام، شام البطولة والفداء، شام الرجولة يا كرام، يا رب واحفظ شامنا وامنحها يا رب السلام. يا رب اسلام. هتم استاذ طلال، يمكن الشاعر او الكاتب بيكون اكثر حساسيه او مرهف الاحساس، بيختلف عن الاشخاص الاخرين. اليوم سوريا كانت عم تعيش يمكن ظروف صعبه وحاله حرب، وانت بعيده عن الغربه، قديش فعلا بتكون لها تاثر كبير على حضرتك وحتى انعكاس على اعمالك؟ لا ابالغ اذا قلت انني بكيت كثيرا عندما كنت أرى الدماء تنزف في بلدي سوريا، عندما أرى الدمار، عندما أرى هذا الحقد على هذا البلد سوريا، عندما أرى كل هذه العداوة لهذا البلد العظيم سوريا الذي لم يقدم للعالم إلا الخير، لم يقدم له إلا المحبة، لم يقدم له إلا السلام. وأنا في ذلك شأني شأن الكثيرين من أبناء هذا الوطن، وأنا أقول أن سوريا لم تصمد إلا بفضل قيادة حكيمة، هي قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، وبفضل صمود جيش أسطوري والجيش العربي السوري، وبفضل الشرفاء والمخلصين من أبناء سوريا في كل مواقع. أنتم في الإعلام كنتم جنودا في الميدان، تحملتم الكثير،
واجهتم الكثير وخاصة قناة الإخبارية التي أعلم تماما ما حدث لها، وأيضا في باقي القطاعات الأدباء والكتاب والرياضيين وما إلى ذلك، وأنا أعلم كم حجم الضغوط التي مورست عليهم والتهديدات والإغراء أحيانا حتى يتركوا بلدهم سوريا، لكنهم صمدوا، فلهم منا التحية. ونحن نقول نحن متشبثون بهذه الأرض، نحن مزروعون في هذه الأرض، هذه سوريا هي عزنا، هي كرامتنا، ولن نقبل أن تضام أو تهان. نعم أستاذ طلال، خلينا نحكي يمكن عن دور الشاعر أو دور الإعلامي في الخارج. يعني كثير من الأغنية المغرضة لعبت دورها، والدور الإعلامي اللي يمكن نشر الفتنة بين الناس، بين الشعب يمكن ما نعرفان شو عم يصير. نعم. أو ما نعرفان. نعم. الحقيقة. نعم. اليوم خلينا نحكي عن دور حضرتك، كيف كان؟ والله أنا يعني شأني شأن الكثيرين. أنا أعتبر أن الإنسان عندما يريد أن يخدم وطنه ليس بالضرورة أن يكون في الوطن. قد يخدمه خارج الوطن. صح. أكثر مما يخدمه. أنا كنت أعتبر نفسي بتواضع سفيرا لبلدي في المكان الذي أنا فيه، سفيرا بأن أكون ناجحا في عملي، أن أكون مجيدا، والعين يمكن الصادقة اللي بتنقل والعين الصادقة الصحيحة. نعم. ولا شك تحملنا الكثير عندما كانت خاصة في السنوات الأولى ونحن نحاول أن نشرح للآخرين أن ما يستهدف سوريا هي مؤامرة وليست هذه المزاعم المعروفة، وهذا الكم من الإعلام المغنواتي الفتنة من الخنزيرة والعبرية وأخواتهما، وكانت مهمة صعبة جدا، وكنا نواجه حملات شرسة حتى في نقاشاتنا مع الآخرين، لكنني كنت دائما أرفع صوت سوريا بكل قوة وبكل إباء، لأنني أعلم أن سوريا على حق وأننا لم نعتدي على أحد، وما دمنا على الحق فالله سبحانه وتعالى معنا. أكيد يمكن الكلمة خير دليل أو خير رد. نعم. على جميع الأحداث التي تحصل اليوم، ويمكن الحدث الثقافي اللي عم نشهده اليوم معرض الكتاب هو كمان انتصار على أرض دمشق، عم نعيش مهرجانات وفعاليات ونشاطات ثقافية اليوم. خلينا نحكي عن هذا الحدث الثقافي، كيف لقيته، كيف كانت يمكن ردود أفعال الناس مع حضرتك؟ قبل أن أتكلم عن معرض الكتاب، تابعته قبله كان هناك مهرجان الشامل تجمعنا. صحيح. مهرجان رائع جدا. أنا فوجئت بكم الناس الذين توافدوا على الحديقة، كانوا طوابير، وكان عندي فعالية أنا في المهرجان لكنها ألغيت بسبب أحداث السويداء حقيقة. ثم جاء معرض الكتاب الذي يقول أننا نحن موجودون، الكلمة موجودة، الفكرة موجودة، الأدباء والكتاب يقولون نحن هنا موجودون رغم كل المحنة التي مررنا بها، نحن نكتب ونحن ننشر، وهذه رسالة للعالم أجمع أن سوريا لم تتوقف حتى أثناء الحرب. كل الفعاليات كانت تسير، وكنا نقول لكل هؤلاء الناس، نقول لهم سوريا تسير، ترون دمار؟ نعم. ترون قتل في مكان هنا ومكان هناك، لكن سوريا كانت تسير، مؤسسات الدولة كلها كانت تسير. صحيح. وتأتي هذه التظاهرة الثقافية معرض الكتاب ليقول أننا موجودون وأننا هنا، وأن سوريا التي حملت مشعل الثقافة والفكر والأدب والتي صنعت الحرف للعالم أنها تواصل المسيرة وستكون إن شاء الله أكثر ألقاً عاماً بعد عام إن شاء الله. أستاذ طلال، لكن خلينا هيك نستغل الوقت قبل ما يخلص ونسمع شيء من حضرتك حبيبت لنا يوم. حلو مهيوبي يا شام، رح بتضلي عالدوام، ترابك غالي وصوتك عالي وشعبك صامد ما بينضام. حلوة ومهيوبة يا شام، حاميكي الغالي بشار يجبينه مكلل بالغار، شامخ واقف مثل النسر ما بيتراجع مهما صار. حلوة ومهيوبة يا شام، ساحاتك ملعب للخيل، ويا ويل العادي يا ويل إن فكر يجتاز حدودك بالرد ومهدود الحيل. حلوة ومهيوبة يا شام، رح غني لك هالموال وفيك يقول ما بينقال، كرمالك بكتب هالشعر وبغزل منه أحلى شال. حلوة ومهيوبة يا شام، مغروم بحسنك مغروم، صرت بحبك هايم دوم، وبسعد لما أكون بقربك وما بصبر عفرائك يوم. حلوة ومهيوبة يا شام. يسلم دمك، يسلم هالتم. أيضا دعوني
أغرد للشام. وأنتم اليوم أحسنتم افتتاح البرنامج بهذه الأغنية الجميلة ثم بنزار قباني عاشق دمشق سأقول حبيبة الشام هذه بالفصحى. لأجل عينيك هذا الشعر أكتبه، لأجل عينيك هذا الدمع ينسكب، وكم سكبت دموعا. لأجل عينيك آلامي أكابدها، والجرح ينزف والأحشاء تلتهب. لأجل عينيك أشواقي أهدهدها، وفي غرامك هذا القلب يضطرب. كرما لعينيك أفكاري ألملمها، كيما تجود بها الأوراق والكتب. يا جلق الشام، يا أمي وملهمتي، يا غنوتي حين يستشري بي الطرب، يا شامة الكبر والأحداث شاهدة بأنك المجد حين المجد ينتسب. حبيبة الشام، يا من صرت باصرتي، يا منية النفس حين النفس ترتغب. حبيبة الشام، يا عشقي وفاتنتي، ومن سواك لصب هده التعب. حبيبة الشام، ما لي غيرها وطنا، حسبي بأني إليها اليوم أنتسب. شكرا كثير استاذ طلال، يعني مع هالكلمات الرائعه هيك بنكون هيك زدت صباحنا. ربي يسعدك. العديد من الجمل الصافيه والمحبه. شكرا كثير لوجودك معنا. ممكن بس خص بلدي الجولان بقصيده صغيره ان شاء الله؟ عسري اذا تريد. تفضل. جولان العز، جولان يا ارض الكرامه، جولان يا مهد الشهامه، فيك المكارم جسدت حتى غدوت لها علامه. جولان عنوان الجمال، جولان للسحر المثال، جولان فيك تمثلت كل السجايا والخصال. جولان يا نبع العطاء، جولان يا رمز الوفاء، جولان أنت ملاذنا يا من له كل الوفاء كل الولاء. جولان حي على الكفاح، جولان حي على السلاح، قسما سنشعل ثورة ونخوضها في كل ساح. جولان يا بلد الأسود، يا صامدا رغم القيود، سيزول ليل الظلم حتما، لا بد يوما أن تعود، لا بد يوما أن تعود. أكيد رح يعود لحضن الوطن بهمة رجال الجيش العربي السوري. أستاذ طلال درويش الشاعر، بدنا نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع نشاطاتك القادمة، وبتمنى كمان تبقى بسوريا أكبر وقت ممكن. أنا بشكركم على هاللقاء، بشكر الإخبارية السورية، بشكر الإعلام السوري اللي كان لي محطات بهالكم يوم فيه، وبشكر كل العاملين فيه اللي صمدوا خلال هذه المحنة التي مرت على سوريا. وأنا واثق تماما أن سوريا إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وأن القادم أحلى وأجمل بمشيئة الله تعالى. بإذن الله. شكرا كثير لك. ميرسي لك. أما هلأ مشاهدينا فخلينا نروح لمحافظة طرطوس، حيث تجمع عشاق الرسام والأديب والشاعر والفيلسوف جبران خليل جبران للاحتفاء به ضمن مهرجان يعد الأضخم من نوعه بالمحافظة، حيث ضم المهرجان فعاليات كثيرة، منها معرض فني جماعي لرسامين سوريين ومن لبنان أيضا، ضم 54 لوحة. تفاصيل أوفى بعد لزميلنا ومراسلنا بطرطوس محمد حسن. في هذا المكان كل شيء ينطق بأفكاري ومقولاتي وأدبياتي جبران، فضمن أكبر تظاهرة فنية تشكيلية موسيقية من نوعها أقامت جمعية أصدقاء الموسيقى في طرطوس بالتعاون مع مجلس المدينة مهرجان جبران خليل جبران الفنان والأديب والشاعر والفيلسوف في صالة طرطوس القديمة على الكورنيش البحري بالمدينة وسط حضور شعبي كبير. اشتغل لموضوع جبران 30 سنة، لأنه أنا بنتمي للصحافة الورقية من سنوات طويلة، وكتبت عن جبران الفنان مرات عديدة. ليش جبران الفنان؟ لأنه لحد الآن لا نكاد نعثر ولا حتى على مقالة واحدة معمقة حول لوحاته ورسوماته. فأنا حاولت سد هذه الثغرة أو ساهم بسد هذه الثغرة. شاركي بلوحة بورتريه لجبران،
من وحي أفكار جبران، بحيث أنه كيف كانت اللوحة عبارة عن أوراق تجمعت لشكلت لوحة جبران. شاركي بلوحة بتجسد مقولة جبران لا تعش نصف حياة، جسدت المرأة نصف المرأة ونصف الباب. شاركي طبعا بجبران، لوحة جبران رسمته بعمر صغير، تفردت الفكرة لإلي، حبيت تكون متفردة شوي، بحثت عنه ولقيت هالصورة بإله بهالعمر كتير حلو، فحبيت أرسمه. اخترت اللون الأخضر يلي باسه، لأنه هو دائما طبعا كان يلاحي عزاء بالطبيعة. مشارك بلوحة بتحكي عن جبران، كيف عن كلمات جبران النبوية التي لم تتكرر، منها أنه ويل لأمة فنها فن التقليد والترقية. فأنا استمدت منها، من وحي هالكلمات استمدت رسمتي بشكل عفوي بألوان عفوية قوية. تضمن المهرجان افتتاح المعرض الفني الجماعي حول جبران، ضم العديد من اللوحات التي تجسد جبران الإنسان والفنان بمشاركة نخبة من فناني سوريا. كما تضمن المهرجان أمسية موسيقية لكورال أرجوان للغناء متعدد الأصوات. اليوم أنا شايفة مو مهرجان، شايفة تظاهرة ثقافية ومليئة بالجمال والمحبة. جبران في طرطوس، يعني جبران معناتها في كل سوريا، وهذا استحضار لثقافة لبنان في سوريا. تحية لجبران خليل جبران. كورالنا متنوع، يعني موزع هارمونيا، غنائي أمسية غنائية رح نحييها كل يوم، هي فعالية 3 أيام رح تكون تتضمن هذه الفعالية بكل أنواع، إن كان لوحات رسمية وإن كانت أمسيات موسيقية، كله التحية لروح جبران. شكراً للقائمين على هالفعالية، الحقيقة كثير حلو، وأنه بلشوا أول نشاطاتهم بتكريم هاي الشخصية العظيمة جبران. سوريا ولبنان واحد، وشخصية لبنانية هي سورية نفس الشيء أنا برأيي. يعني رجان بيحمل الاسم غنى عن التعريف عن شخصه لجبران، ومبسوطين بهذه التظاهرة فعلاً الموجودة هون. تميز المهرجان بضخامة الحشد الثقافي والفني الذي اكتنفه، حيث شارك في فعاليته أكثر من 160 فناناً وفنانة من تشكيليين وأدباء وشعراء وموسيقيين. وكان الهدف منه الإضاءة من جديد على القيم النبيلة في الخير والحق والمحبة والجمال، والتي تمثل وجدان الإنسان السوري، والتي فاضت بها قريحة جبران المبدعة في لوحاته وقصائده وكلماته الخالدة. محطتنا التالية من وحي المكان ومعرض الكتاب يلي بيختتم فعالياته مساء اليوم. معرض الكتاب بدورته 30 يلي عم يشكل على امتداد أيام بوصلة للقراء والمثقفين، وتستمر فعالياته وأنشطته المرافقة والمحاضرات والأمسيات الثقافية. لحتى نحكي أكثر وبشكل موسع أكثر عن هذا المعرض من حيث المطبوعات، المشاركين، دور النشر وأهم الفعاليات يلي ترافقت ضمن أيام المعرض، بيصيرنا نرحب بصباحنا غير مع الدكتور عاطف البطروس عضو اتحاد الكتاب العرب وجمعية النقد الأدبي. يا صباح الخير استاذ دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباحك شكرا لكم. يسعد صباحك دكتور. يا اهلا وسهلا. في البدايه، بما انه نحن باليوم الاخير لمعرض الكتاب، هي التظاهره الثقافيه الكبيره اللي عم تشهدها مدينه دمشق، خلينا نحكي عنها. كيف لقيت معرض الكتاب بدورته 30؟ اولا كنت بتمنى انه ما يكون اليوم الاخير، لان هذه التظاهره فريده من نوعها، تدل في مداها البعيد ومعناها الأعمق أن الحياة في سوريا ما زالت مستمرة، وأن شعبنا قادر على التجدد وقادر على العطاء. بتقفي على باب المدخل لهذا الصرح الوطني الكبير، بتشوفي موزايك سوري، وإن كانت أشكال لباس هو سمياء دلالة يعني على طبيعة الناس اللي عم تجي. بتشوفي أطفال، بتشوفي نساء، بتشوفي شباب، بتشوفي كهول، بتشوفي سوريا مصغرة أمامك في وحدتها واجتماعها. هذا الشيء اللي حاولوا أنه يهدموه ويضربوه ويخربوه لكنهم عجزوا. واحدة من المؤشرات الهامة والدالي هذا المعرض اللي أنتوا شايفينه، واللي بضم الحقيقة لأول مرة أكثر من 200 دار نشر
محلية وعربية. إذا نتفتل نجول بهذا المعرض منشوف أنه استثمر استثمار غريب، أنه ما في مساحة صغيرة لم تستثمر بشكل جيد، ومنظم تنظيم رائع من الدخول إلى الخروج. هناك ظاهرة ملفتة للنظر، لم تحدث مشكلة واحدة في هذا المعرض طيلة أيام العرض الحمد لله. إذا نحن حصينا عدد الزوار راح نشوف أنه كم كبير من الناس اللي زاروا المعرض دون أن يحدث أي إشكال ولو بسيط. يعني أنتم بتعرفوا يعني لما بيجتمع 1000 شخص مثلاً لابد من إلا يصير في يعني مشادة هنا، مناكفة هنا، تعرض هنا، لكن تم كل شيء بسلام، وأرجو أن يستمر هذا حتى طيلة هذا اليوم اللي هو يوم ختام هذه الظاهرة الأدبية الثقافية الفكرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تعبر في المطاف الأخير عن وحدة هذا الشعب وعن حيويته وعن طاقته واستعداده للحياة. نحن نقول ولدنا لنحيا، وسنثبت للعالم أن سوريا قابلة للتجدد وقابلة للاستمرار وقابلة للحياة. نعم أكيد دكتور، بلا شك. وسوريا اشتاقت والشعب السوري اشتاقوا لهيدي الظاهرة، لظاهرة الثقافة. وأيضا خلينا نحكي ويمكن نخبر المشاهدين اللي ما أجوا وزاروا المعرض وفعالياته قديش كان في زوار من جوار سوريا أيضا أجوا شاركوا بكتبهم، وتم توقيع عدد هائل من الكتب من قبل أهم الأسماء من الكتاب. ظاهرة لافتة هي توقيع الكتب، يعني أكثر من 20 كاتب ومؤلف وأديب وقعوا كتبهم خلال هذه الفترة، وكان هناك في إقبال حقيقة من قبل الأخوة المواطنين، وكنا نشوف الازدحام هنا أو هناك، طبعا نسب تتفاوت حسب قيمة وأهمية الكتاب الموقع. هذا المعرض حول أنشطة يعني اللي رافقته، ليس الهدف من هذه الأنشطة هو يعني ثقافي بشكل مباشر، هذه الأنشطة مرافقة للمعرض، الهدف هو المعرض، والمعرض ظاهرة ثقافية وظاهرة اقتصادية أيضا، يعني معرض هو موجود للبيع حقيقة، دور نشر جاءت لتروج لمنتوجها، ولكن كي لا يأخذ هذا المعرض طابع فقط البيع والشراء تمت أنشطة مرافقة لهذا المعرض. من أهمها ولأول مرة أن كل يوم من الساعة 4 إلى الساعة 6 كان يعرض فيلم سينما، وهي لأول مرة، وهذه لأول مرة في معرض الكتاب. لأول مرة أيضا هناك جناح للأطفال خاص بالأطفال، في أنشطة أيضا كانت. فبنا نحكي شوي عن قسم الأطفال لحال، لأنه عن جد كان القسم كتير مهم. المحاضرات اللي تمت بالمعرض صحيح أن الحضور فيها لم يكن كما هو مطلوب، كان يتفاوت الحضور، القاعة الكبيرة كان أحيانا تكون ممتلئة، قاعة صغيرة كان أحيانا يكون فيها نصها وحتى أحيانا ربعها. هذه مسألة ليست مؤشر على فشل أو نجاح المعرض أو نجاح المحاضرة، لأنه يعني الساعة 12 الظهر بهذه الشوب والوضع اللي نحن فيه وناس بوظيفتها وبشغلها، ومعروف يعني الثقافة هي عمليا هي زروع عم تكون مساء، يعني مساء عم تلاقي المواطن السوري عم يجي هو وعيلته لمعرض الكتاب. أنا بتشرف أن يكون عضو اللجنة نظمت الأنشطة المرافقة للمعرض. هذا اللي كنت أسألك عنه، بما أنك كنت عضو باللجنة المرافقة، النشاطات المرافقة لمعرض الكتاب أستاذ، خلينا نحكي قديش اكتمل يمكن المشهد الثقافي في هذا المعرض، لأنه أول مرة مثل ما قلت عم نشهد عروض سينمائية، نشاطات جديدة، يعني الدورة الثالثة بعد انقطاع لسنوات بتلاقي المشهد الثقافي عم يكتمل أكثر وأكثر. أولاً ثقافة تعريف البسيط، كل متفاعل صعب تجزئته إلا للدراسي. صحيح. والإنسان ككينونة اجتماعية هو ينمو بعدة اتجاهات، فلنقل أن الثقافة هي انتشار في المدى وغوص في العمق، يعني معرفة شيء عن كل شيء ومعرفة كل شيء عن شيء. فنحن حاولنا قدر الإمكان أن يكون هناك تنوع في الأنشطة، أخذنا بعين الاعتبار جانب أدبي، كان في هناك أمسي شعرية وكان هناك أمسي قصصية، أخذنا الجانب الفكري، كان في ندوة فكرية حول الإرهاب ومظاهر
تجليه يعني في الواقع السوري كما شهدنا خلال هذه السنوات العجاف. وهذا موضوع كان هام وحيوي جدا، حكينا عن تنوع والاختلاف، حكينا عن صيانة الكلية الاجتماعية، وحكينا عن ثقافة الفكر النقدي أيضا. وكان في محاضرين يعني من وجوه الثقافة السورية وأكاديميين معروفين بالجامعات، كان هناك محاضرات سياسية أيضا، ويمكن شفتوا أنتوا القاعة كانت تغص بالمشاهدين لما إجا الأستاذ مندوب سوريا بهيئة الأمم المتحدة. وكان هناك أيضا محاضرة حول الكتاب فلسفة القوة عند حزب الله اللي حكى عنه ناصر قنديل، شخصية يعني غنية عن تعريف خاصة لمشاهدينا. وكان أيضا كتاب مع سيد معاون وزير خارجية فيصل مقداد. وكان هناك أيضا محاضرة هامة جدا لكليب سامي كليب، وله أيضا هو من الذين ساهموا في توقيع كتاب. كان في أمسي قصصية أيضا لأسماء معروفة في سوريا، حسن ميم يوسف والدكتور حسن حميد، وكان أسماء عديدة وكثير. نعم، وهناك أمسي شعرية. نحن حاولنا أنه ما نكثر بالأمسي أعداد الشعراء، يعني السنة الماضية مثلا كان في بأمسي واحدة 10 شعراء، يعني 10 شعراء بأمسي واحدة مرهقة يعني للمتلقي، ولا يمكن أن تعطي يعني طابع إيجابي. اقتصرنا نحن على شاعر واحد، وكان ضيفنا هو الأستاذ الشاعر الكبير نزي أبو عفش، نوجه له تحية إذا كان بسمعنا، ونتمنى له العمر الطويل والإبداع القيم والغزير. هذه هي مجموعة بشكل مختصر الأنشطة المرافقة لهذا المعرض. نعم دكتور، يعني كمان خلينا نتطرق لقسم الأطفال أو للأطفال، يعني صاروا كلهم آيباد على الموبايل على التلفزيون، بعدوا كتير عن الكتاب. اليوم شفنا معرض الكتاب عم يدعم كتب الأطفال وعم يستقطب أيضا يعني تفاصيل جديدة بعالم الطفولة، عم تجذب الطفل أيضا. موضوع الكتاب يحتاج إلى جلسة وحديث أطول حول مسألة القراءة. نحن نتهم بأننا شعب لا يقرأ، وهناك أرقام مرعبة ومخيفة حول المدة التي يستهلكها المواطن العربي في القراءة، وهناك أرقام ليست دقيقة وليست صحيحة. نحن نقرأ، ولكن منسوب القرائية لدينا منخفض قياسا للدول المتقدمة. هذا يصح على الكبار كما يصح على الصغار، لكن علينا أن ندرك جيدا أن مستقبل الأمم يرتسم على مقاعد دراسي. نحن الأطفال هم جيل المستقبل، وهم الذين سيبلد وسيخططون له وسيتجاوزون العثرات التي ورثناها لهم. مع سنة جناح الأطفال تميز أولا أنه مستقل لحاله وله مدخل من الباب الرئيسي للمكتبة. اثنين، حصلت فيه أنشطة وفعاليات رسم ومسابقات وموسيقى وورشات عمل، وصار يعني رب الأسرة والسيدة الأم تجيب مع أولادها وهي حاسة بالأمان. وأهم شغلة أنتوا شفتوها ولمستوها، هاي ساحة الأمويين، مو بس هذه ساحة وطنية، هاي إلى دلالة تاريخية أيضا، هاي رمز لدولة حكمت 3/4 العالم عبر التاريخ. وبتعرفوا أنتوا أنه ساحة الأمويين بتشتغلوا بالإعلام والتلفزيون كانت مستهدفة، مثل ساحة العباسين أيضا، مثل باقي مناطق سورية. لكن هذا المعرض ما لازم ننسى أبدا حقيقة أنه ما كان يمكن أن يقام لولا الانتصارات الباهرة اللي حقق لنا إياها جيشنا العربي السوري، اللي لولا ما كنا لا قدرنا عملنا هذا المعرض، ولكن جمعنا هذا الكم من الناس ولا قمنا بهذه الأنشطة والفعاليات. أكيد دمشق عم تعيش عرس وطني وانتصار الياسمين بفضل سواعد رجال الجيش العربي السوري، بدنا نوجه لهم أكبر تحية. بالختام نتشكرك الدكتور عاطف البطرس، عضو اتحاد الكتاب العرب وجمعية النقد الأدبية، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.
شكرا كثير لك. اما هلا مشاهدينا فخلينا ننتقل لصاله نادي الجلاء يلي عم تحتضن فعاليات المسابقه البرمجيه السوريه مع زميلتنا اريج فرزلي يلي متواجده بالجلاء لحتى تطلع معها اكثر عن كيفيه سير المسابقه. صباح الخير يا اريج. صباح الخير لك ليا وصباح الخير لك نور ولجميع مشاهدي الإخبارية السورية. نحن اليوم متواجدين بمدينة الجلاء الرياضية أكيد لحتى ننقل المسابقة البرمجية السورية يلي تعد أضخم وأشهر المسابقات عالميا، واليوم بنسختها السورية عم تحقق انتشار واسع ضمن تسهيلات وتقديمات وتقديم كل يلي بيلزم العقول المستقبل لشباب المستقبل يلي هالمسابقة دائما تسعى لخلق جيل واعي ومبدع واكتشاف مواهب مبدعة مبرمجة في هذا المجال. واليوم نحن لحتى نتعرف أكثر على المسابقة بتحضيراتها النهائية وامتحاناتها النهائية اليوم بصرنا نرحب بالأستاذ خليل العجمي رئيس الجامعة الافتراضية. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا. كيفك؟ أهلا فيكم. أهلا. حضراتكم من المستضيفين لهالمسابقة وشركاء رئيسيين فيها. الجامعة الافتراضية كيف عم تشارك بهالمسابقة؟ حقيقة الجامعة الافتراضية إلى نبطين من المشاركة. أول شيء هي كأي جامعة حكومية أو خاصة سورية عم تشارك بفرقة، عندها 4 فرق عم بيشاركوا بالمسابقة حاليا وعم بيتنافسوا للتأهل الإقليمي. النمط الثاني هو أنه الجامعة عم تستضيف هذه المسابقة من عام 2017 طبعا كجزء من النشاطات العلمية اللي بتقوم بها الجامعة، وبنعتقد أنه موضوع التقنيات البرمجية هو من صلب عمل الجامعة ومن صلب طريقة التدريس اللي هي طريقة التدريس بالاعتماد على التعلم الإلكتروني والافتراضي. أكيد إحنا نتمنى لهم كل التوفيق للجامعة الافتراضية بمشاركتها بهالمسابقة وشكرا كتير لألك. شكرا. هلا. كمان أكيد بدي رحب بالأستاذ محمد فؤاد المدير التنفيذي للمسابقة البرمجية بالوطن العربي وإفريقيا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. يعني اليوم في مشاركة بنسخة سورية اليوم لهالمسابقة، كيف شايف تحضير الطلاب وخاصة في 75 فريق مشارك بهالمسابقة؟ ده الدور النهائي 75. احنا المسابقة ابتدت على مراحل، احنا وصلنا تقريبا ل 200 فريق سبقوا في الجامعات السورية عشان نوصل للنهائي اللي هو 75 فريق النهاردة. الحقيقة انا فخور جدا باللي انا بشوفه في سوريا والمسابقة على المستوى العلمي او على المستوى التنظيمي. المسابقة من كل سنة من نجاح لنجاح، وأنا باجي المسابقة السورية أشوف السنة دي عاملين إيه جديد عشان أقول بقية الدول في الوطن العربي يحاولوا يقلدوا المسابقة السورية. اليوم مسابقة بسوريا بعدين رح يتم اختيار إقليميا بعدين عالميا، كيف بيتم هالموضوع؟ حسب النتيجة. إحنا بيبقى عندنا كل مسابقة في الوطن العربي او في افريقيا ليها عدد معين من السلوتس، عدد معين من المقاعد في المسابقه العربيه او الافريقيه، بيتحدد بناء على النتيجه وبناء على عدد الفرق المشاركه من كل جامعه. اعتقد ان كالعاده سوريا بيبقى ليها نصيب الاسد في المسابقه، يعني بيبقى ليها نسبه كبيره يعني. شكرا كثير لك زو. شكرا مرسي. دكتور جعفر الخيري يسعد صباحك. خير، اهلا وسهلا فيكم. حضرتك رئيس المسابقه، يعني اليوم امبارح كانت بالنسخه التحضيريه والتجريبيه، اليوم نسخه نهائيه، اليوم 75 فريق مشارك وفي كثير تحضيرات، خبرنا كيف وصلوا الطلاب لهالمرحله. مثل ما انك شايفه ورشه عمل كبيره مشارك فيها حوالي 200 شخص بالتنظيم من 11 جامعه سوريه. الناس وصلت ال 75 فريق وصلوا عبر 7 مسابقات تاهيليه اجريت في 7 امكنه بسوريا. بدانا مع جامعه تشرين وانتهينا مع جامعه حلب. من كل مسابقه تاهل عدد من الفرق، طبعا افضل الفرق في المسابقه يتناسب مع عدد الفرق المشاركه في هذه المسابقه. هلا نحن شايفين اذا بننزل تحت دكتور خلينا نشوف شوي في البولين، هدول مو عن عبس محطوطين البولين، في لهم غايه لكلهم في مساله. لك يا عزيزي اذا الكاميرا بتاخذ شعار المسابقه يلي هو فكر ابدع واطلق حلا، البالون بيطلع مع ايجاد الحل. تمام. لكل مساله من المسائل المحلوله لون من الوان البوالين. لما بيبدا فريق بحل مساله
نعم. وبيوصل للحل بنعلق له بالون. كل الفرق اللي بالقاعة رح تشوف البالون تتوجه نحو المسألة، إنه هذه المسألة سهلة ممكن حلها وتشتغل فيها، نوع من التحفيز للمنافسة ضمن القاعة. بعد ساعتين ثلاثة رح تشوف القاعة تلونت، في فرق رح تحل عدد كبير من المسائل، رح يكون عندها عدد كبير من البالين، وفي فرق رح تحل عدد أقل، وكل واحد رح يأخذ عدد من البالين يتناسب مع جهده. تمام. فهي أحد رموز المسابقة البالون. يعني مسؤولية كبيرة اليوم اكتشاف هالعقول المبدعة من الشباب، قديش الجهود عم تنبذل لحتى دايما اسم سوريا يرفع علم والمعرفة؟ حقيقة المسابقة هي جهد كبير من الجامعة السورية، عندنا دعم هائل من وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لهالثقافة اللي هي ثقافة عمل تطوعي. نحن منفتخر أنه كل المسابقات السورية تنجز بأيدي سوري، سواء من حيث التحضير التقني، الشبكة اللي شايفينها شبكة كتير معقدة وكتير صعب إنجازها، كتير عليها متطلبات أمن وأداء وإلى آخره، من أقوى الشبكات اللي ممكن تشوفيها بالجامعات السورية، أنجزت بأيدي سورية، المسائل في معظمها من أيدي سورية أيضا، التحضيرات اللوجستية والإعلام كله بأيدي متطوعين. هي النقطة القوية الأساسية، أنه ثقافة التطوع بالمسابقة وثقافة التعاون والتشارك والتنافس الشريف من القوة، بدرجة أنه اللي بيدخل على المسابقة ما بيتركها. أكيد نتمنى لكل الطلاب التوفيق والله يعطيكم العافية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيكم. يعني احنا بنحب نذكر أن الإخبارية السورية هي من الرعاة الإعلاميين بمسابقة البرمجية السورية. نتمنى كل التوفيق للعقول السورية المبدعة من طلاب كافة الجامعات السورية. رح نرجع لكم لصباحنا غير، ومعك ليوم نور. شكرا يا أريج، وأكيد نحن بصباحنا غير رح نضل اليوم بالأجواء، أجواء الإبداع وأجواء التحدي مع هيدا الانطلاق الضخم، وعن أشهر مسابقة بالعالم بنسختها السورية، المسابقة البرمجية السورية يلي بتبدأ اليوم فعالياتها مثل ما تابعنا مع أريج. وبدنا نحكي أكثر اليوم عن جانبين مع ضيوفنا، الأول هو الجانب التقني بالمسابقة يلي رح يعرفنا عليه عبد الرحمن الحمصي رئيس الفريق التقني بالمسابقة البرمجية السورية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أكيد ليا. والجانب الآخر رح تعرف عليه اليوم مع الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين والذي يقام بالتوازي مع المسابقة البرمجية مع مديرة الماراثون سايا جوجل. جوجل يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. ladies first، البداية مع سايا. سايا خلينا بالبداية نحكي يمكن عن هالماراثون، ويمكن من الفئات المستقطبة وعدد الأشخاص والناس المشاركين فيه أيضا. هلا أهمية الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين هي من أهمية الفئة العمرية يلي بيستهدفها الماراثون. نعرف إنه الأطفال أو اليافعين من بعد 15 سنة في عنا المرحلة المدرسية ومرحلة الجامعة، في كتير عنا مسابقات برمجية بتصير في بإمكانهم يشاركوا فيها. أما الفئة العمرية يلي هي من 8 إلى 15 سنة في كتير دورات تدريبية، بس ما في عندي أنا إطار مسابقة نجمع كل هالأطفال واليافعين حتى يتنافسوا مع بعض ويشاركوا فيها. هلأ أهمية الماراثون البرمجي أو الهدف الأساسي منه أنه أنا في بدي أبني جيل جديد واعي منتج للتقنيات البرمجية، ما يكون فقط مستهلك إلى. هلأ الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين مثل ما حكينا هو فئة العمرية الأولى بين 8 إلى 11 سنة، فئة العمرية الثانية هي بين 12 إلى 15 سنة. اليوم الانطلاقة الأولى للماراثون البرمجي، كمان حيكون في عندي كل فئة عمرية في إلى مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الاختبارات الخاصة فيها يلي هلأ حتبلش وحيتنافسوا مع بعض. رح نحكي عن تفاصيل المسابقة والفئات المشاركة فيها، بس ننتقل لعبد الرحمن وخلينا نحكي عن الفريق التقني بالمسابقة البرمجية السورية، شو هو وشو مهامه؟ هلأ الفريق التقني هو الفريق المسؤول عن إعداد البيئة الخاصة بالمسابقة، سواء من ناحية التجهيزات الشبكية، الكمبيوترات، البرامج، الطابعات، بحيث أنه يضمن عمل حسن سير المسابقة بشكل تمام. هي من ناحية التجهيز، كما أنه هو الفريق المسؤول عن حل المشاكل وقت تصير مع الطلاب. يعني صار بوقت المسابقة أي مشكلة مع الطلاب متسابقين، فالفريق هو المسؤول عنهم وحل مشكلتهم بسرعة. تمام. فنحن كل مشاكل، كل شيء تقني نحن مسؤولين عنه ضمن المسابقة، مضمنه.
نعم عبد الرحمن، طيب بس هيك خلينا قبل ما كتير نتعمق نحكي كيف تم التحضير لهي المسابقة، قديش صار لكم وقت وفترة عم تحضروا؟ هلا بصراحة بيتم التحضير من فترة كتير بعيدة قبل المسابقة، احنا عم نشتغل بالموضوع، يعني بيتم اتفاق على نوعية الكمبيوترات، التجهيزات، الشبكات، نتواصل مع الفريق الإقليمي اللي بمصر إذا كان في شيء تحديثات أبديت للبرامج. وهي مسؤولية كبيرة عليكم كفريق تقني، لأنه أساسية المسابقة هي تقنية، يعني إمكان شبكات ولا الكمبيوترات ولا طريقة التواصل. هلأ الفريق التقني هو الفريق اللي لازم يتعامل مع الضغط ويقدر يكون مرتاح مع الموضوع، وإلا أنه أي مشكلة هو اللي حيتحمله، فالمفروض أنه يكون كل شيء ماشي بشكل سليم وما يصير اي مشاكل مع الطلاب، انه اساسا هن متوترين فاحنا لازم ما نوترهم. مسؤوليه وتحدي فينا نقول عليكم بنفس الوقت. سايا خلينا ننتقل لحضرتك ونحكي عن تحضيرات الماراثون، كيف كانت واختلاف هيدا الماراثون من بنقول تشكل من خلال فئتين عمريتين الى هيك بتختلف اكيد المشاركه والمسابقه. تمام. هلا الماراثون البرمجي كمان نفس المسابقه تقريبا تم التحضير له قبل فتره زمنيه منيحه من عده اشهر، صار في عنا اختبار مبدئي للأطفال مثل الاختبار قبول، قدرنا نفرز الأطفال للأعمار من 8 ل 11 ومن 12 ل 15 سنة، خضعوا لدورات تدريبية مكثفة بمجال البرمجة بمواضيع محددة. طبعا بعد ما خلصنا صعوبة شوي يمكن مع ضغط طبعا الصعوبة لأنه تعامل مع الأطفال مكثفة. تمام تعامل مع الأطفال وتوصلي المعلومة للطفل بشكل بسيط ويقدر يفهمها مو مثل الكبار، يعني في عنا يعني هون صعوبة كان بالموضوع. بعد ما خضعوا لدورات تدريبية مكثفة جينا للاختبار التأهيلي. اختبار التأهيلي كمان العمل لتقريبا كان في عنا بحدود 200 طفل مشارك، من هالميتين تأهل للماراثون 75 طفل ويافع طبعا من كل المحافظات السورية مو بس بدمشق. تأهلوا كمان عملنا لهم جلسات تدريبية قبل الماراثون لوصلنا لليوم حتى هلأ شوي تانية نص ساعة تانية وبيبلشوا الاختبار. نعم أكيد شفنا الأجواء من شوي على شاشتنا شاشة الإخبارية السورية، أجواء التحضير وأجواء الحماس وأجواء الخوف وكل هاي الأجواء. سايا ما بعد أي هيدي المسابقة أو ما بعد يمكن الامتحان أو خلينا نسميها هيدي المسابقة بين الأطفال وبين اليافعين أيضا هيك، شو ما بعد النتائج شو رح يصير؟ طبعا النتائج اليوم بتصدر فورا بتطلع طبعاً. أوكي بعدين تمام. هلأ بعدين إحنا ما حنوقف، حيكون في عنا كمان دورات تدريبية بمجال البرمجة مستمرة. طبعا الأطفال يلي شاركوا بينتقلوا لمتقدم، حنفتح باب التسجيل كمان لكل المشاركين لكل الأطفال واليافعين الراغبين بالانضمام لنا. حيكون كمان في عندهم دورات تدريبية، حيكون في عندهم اختبارات تجريبية حتى يتأهلوا للماراثون. هلا بفيدون كثير، يعني هلا بالوقت الحالي بتعرفي نحن ما فينا نستغني عن التكنولوجيا وخاصه بالعمر الصغير، فليش شو بيمنع انه نحن نعلم الاطفال المبادئ وقواعد اصول البرمجه بعمر صغير بطريقه صحيحه، حتى مثل ما ذكرنا انه بالمستقبل يكونوا هو المنتجين لهذا المجال مو بس مستهلكين له. عبد الرحمن خلينا نحكي مع حضرتك، كيف بيتم ربط المتسابقين مع الحكام من خلال البرنامج التقني المصمم وكيفية العمل فيه؟ هلا مثل ما حكينا التوصيل حيكون عن طريق الشبكة، الحكام ما بيحكوا مع المتسابقين، في برنامج اسمه بي سكوير هو عن طريقه بيتم عملية المسابقة كلياتها. الطلاب في عندهم مشكلة بيحلوها بيكتبوا فيها كود، وهذا الكود عن طريق البي سكوير بيبعتوه للجدج، الجدج بيشوف الكود بيحلله بيعمله كومبايلينج، وبعدين يا بيقول له انه الكود صح وبيرتفعه مرتبه او انه في مشاكل بيرد له اياه. فكل عمليه عن طريق هذا البرنامج. هون قد بتكون فتره المسابقه الوقت اللي احنا المسابقه هي عمليه عن 5 ساعات متواصلين، بيقعدوا فيها الطلاب عندهم حوالي عندهم 10 مسائل لازم يحلوها، كل ما بيحلوا مساله ويقول لهم الجدج انه هي مسألتكم صح نرفع لهم بالون، ننتقل لمرحله ثانيه ننتقل بيحلوا المساله اللي بعدها. الفريق الفائز هو اللي بيحل اكثر مسائل باسرع وقت ممكن، فدائما الحكام معهم عن طريق البي سكوير عم يحكوهم
والطلاب عم يبعثوا لهم الكود يلي كتبوا لهم اياه بالمشكله عم يحلوها. نعم، يعني عبد الرحمن كنت عم تقول انه بدها تحضيرات، بدها ابديت دائم، ويمكن بدها متابعه دائمه، يمكن مثل هيك مسابقات قديش مهم انه هي يبدو فيها الاطفال من عمر صغير وكل الاطفال، يمكن انه هن يفوتوا بهيك مسابقات ويتعرفوا يمكن على عالم التكنولوجيا. هلا مثل ما حكينا، هلا عم يبدوا اول شيء مع الاطفال يتعلموا البرمجه، بعدين حتى احنا بنستلم طلاب الجامعيين. تمام، فاحنا عم نحاول نخلق جيل مبرمج، جيل منتج للتقنيه، وهذا الشيء بيساهم بيعزز هذا الموضوع. فعم نحاول نشتغل على هذا الجيل، عم نخليهم يتعلموا البرمجه سواء اطفال او سواء طلاب جامعيين. عم يتنافسوا لينافسوا حتى ينافسوا على مستوى العربيه والمستوى العالمي. في فرق طلعت عنا لمره السنه الماضيه على الصين وتنافسوا مع جامعات كبيره بالعالم. برمجيا على مستوى العالم كمان في مشاركة للفرق السورية. بالختام كلمة بتحبوا توجهوها يمكن لكل اللي عم يتابعونا عم يتعرفوا على المسابقة للمرة الأولى وحابين أولادهم يشاركوا فيها بالمرات القادمة؟ هلا نحن بنشجع كل الأهالي، كل الأطفال واليافعين إنه يفوتوا بهذا المجال، لأنه هذا المجال هو المستقبل بالوقت الحالي. نحن بنقول انه احنا الطلاب الجامعيين يلي بيحب يشارك المسابقه الباب مفتوح دائما للكل، وبنفس الوقت يلي بيحب يتطوع ويتعلم الخبره كمان باب مفتوح. اهلا وسهلا بالجميع. اكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق مديره الماراثون سايا جوجل، وبدنا نتمنى لك التوفيق الاستاذ عبد الرحمن الحمصي رئيس الفريق التقني بالمسابقه البرمجيه السوريه. شكرا لوجودكم معنا، وبتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، ميرسي لكم، وبتمنى التوفيق لكل الطلاب. شكرا لكم، ميرسي. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لحتى ننتقل لغرفه الاخبار لحتى نطلع على اخر المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا هلا العلي. صباح الخير يا هلا. موجز لأهم وآخر الأنباء بعد الفاصل. موجز العاشرة صباحا من دمشق، أهلا بكم. تتابع وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها في بادية السويداء، وقضت على 13 إرهابيا من تنظيم داعش في بئر حسن، ودمرت العديد من تحصيناتهم وآلياتهم. وذكر مراسل الإخبارية الحربي في السويداء أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت انتشارها باتجاه مناطق عدة بريف السويداء الشرقي، ولاحقت ما تبقى من فلول الإرهابيين في عمق البادية، ووسعت حزام الأمان للقرى والتجمعات السكنية في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم جديد على قاعدتها الجوية في حميميم بمحافظة اللاذقية، حاولت شنه المجموعات الإرهابية في أقصى ريف اللاذقية الشمالي بواسطة طائرتين مسيرتين. وقال رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم أليكسي تسيغانكوف إن الوسائل النارية النظامية للدفاع الجوي دمرت الهدفين الجويين على مسافة بعيدة عن مطار حميميم. دعا مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق نزيه وشفاف بشأن مجزرة تحالف العدوان السعودي الحافلة بحق أطفال في محافظة صعدة اليمنية قبل يومين. وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس التي تتولى بلادها رئاسة المجلس للشهر الحالي أن أعضاء المجلس عبروا عن قلقهم البالغ من هذه الهجمات ودعوا إلى تحقيق نزيه وشفاف. وفي خبرنا الأخير، وردا على مجازر النظام السعودي بحق الشعب اليمني، استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني أهدافا عسكرية وحيوية للنظام السعودي في جيزان جنوب غرب السعودية. وقضى الجيش اليمني على عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش قبالة منفذ علب بعسيرة، حيث تم استهدافهم بصواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية. هذا الموجز انتهى، شكرا لكم على طيب المتابعة، وعودة إلى الزميلات في صباحنا غير.
شكرا لك زميلتنا هلا من غرفة الأخبار، وهلا أكيد متابعين بصباحنا غير ومتابعين ضمن هالعجقة يعني نور اليوم السبت والناس معطلين وجايين على اليوم الختامي مثل ما عم نشوف. أكيد اليوم الختامي لمعرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية، ختام صباحنا لليوم مشاهدينا مع الزاوية الاجتماعية النفسية بما يخص الطفل والقراءة، ونفصل أكثر عادة القراءة وكيف نعلم أطفالنا القراءة، ماذا يجب أن نعلمنا وتأثيرات القراءة على الأطفال مع الأخصائية النفسية هالة البدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. هلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير هالة وأهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية من وحي المكان ومن وحي هيدا الحدث الكتير مهم القراءة، خلينا نحكي عن هيدا الموضوع ونتطرق عن أهمية القراءة وخاصة للأطفال، يعني قد مهم بعمر صغير تمسكيها الوراق تحسسي فيهم تخليه يشوف الصورة على الورق. تمام. هلأ بدي أحكي معلومة في بداية حديثي يمكن القلال اللي بيعرفوها، 70% من المعلومات اللي نحن بنمتلكها اليوم هي نتيجة القراءة، و 30% بس هي اللي نحن بنحصل عليها ببقية مهارات الحياة والسؤال والجواب. فالقراءة هي العامل الأساسي لحصولنا على كل المعلومات الأساسية بالحياة. بدي خصص الطفل اليوم لنحكي عن الطفل أكثر. القراءة أكيد بتساهم بتكوين شخصية الطفل على كل الجوانب وكل المستويات، طبعاً من 3 سنين وما فوق أو 2 سنين وما فوق من لما ببلش بالوعي. فهذا القراءة نحن عم نزيد من ثقافة عند الطفل، عم نزيد من معلومات وعم نكون شخصية قوية واثقة من نفسها نتيجة أنه هي مكتسبة المعلومات. طبعاً القراءات بتؤدي للطلاقة اللغوية إن كان بالكلام وإن كان بالكتابة، بالتالي بيطلع الطفل بيقدر بيعبر عن نفسه أكثر، بيقدر يعرف شو بده أكثر، يشرح لك، يعبر عن كل حياته أكثر. يمكن من خلال القراءة إذا بلشنا بعمر كتير صغير هي بنزرع البذرة عند الأطفال، لما يبلش الولد يمكن بالسنتين أو 3 سنين يسمع القصص وروايات، نبلش نجيب له كتب اللي فيها ألوان لنخليه يمكن جذب للطفل. قديش فينا اليوم نعلم أولادنا بدال يمكن مصروف الأكلات الطيبة أو المصروف اليومي إنه جزء منه يروح لأنك تشتري قصة، يعني مثل إذا بلشتي من هو صغير هي عادة تكتسب بعدين تكبر معه شوي شوي. تمام، هي عادة أساسية على فكرة الطفل بيتعود عليها من صغر وبتستمر معه طيلة الحياة إذا نحن عرفنا نعوده على هاي العادة. أنا حكيت إنه بثلاث سنين بتبدأ علاقة الطفل بالكتاب وهي علاقة وثيقة، لكن الأهل يا إما بيحافظوا على استمراريتها وبيقووها يا إما لا. بدال الموبايل والتاب لازم يعطوه كتاب، يا ريت أفضل يعني يكون موجود الموبايل. نحن ما فينا كمان ما ننكر إنه له إيجابيات، ولكن كمان نعود الطفل على الكتاب. يعني من لما بيوعى الطفل عمر 2 و3 عم بيشوف الكتب على بأي زاوية بالبيت، وين ما عم يطلع عم بيلاقي كتب، عم بيلاقي أوراق، فهي عينه اعتادت إنه هو يشوف هذا الكتاب كعنصر أساسي بالبيت. بثلاث سنين أكيد الطفل ما حفي يقرأ، فأنا بدي ساعده كأم، بدي ساعد ابني على القراءة. كيف بدي بلش معه؟ أنا أسرد له قصص من الخيال، بدي بلش معه بتنمية الخيال، خليه يسمع كلمات، ممكن أنا أمسك قصة فرجيه على الصورة لهو يفهم أكثر القصة وأنا أحكي له إياها. بعد فترة بعمر مثلا 5-6 سنين بلش هالولد يأخذ الأحرف، يأخذ يعني يعرف شوي يقرأ. أنا بجيب له قصص مثلا صورة مع كلمة كلمتين، شوي بزيد إنه مثلا صورة أنا معي جملة جملتين، وهيك مع يعني بالتدرج بوصل لمرحلة القصص اللي هي عن جد فيها كم من المعلومات وذخيرة لغوية تنعكس بشكل إيجابي على هذا الطفل. نعم. طيب هلا هون في بعض من الأولاد يمكن بالعمر الدراسي بالابتدائي يمكن بيقولوا انه لا ما بدنا كتاب، الكتاب بدل على انه درس والدرس على انه شتويه وكذا وهدول التفاصيل. هون كيف بدك انت تعلمي الولد انه لا الكتاب هو حاله كتير حلوه، بالاضافه للدرس انه هو حاله كتير حلوه، بس لا الكتاب هو عالم تاني بينفصل عن عالم المدرسه. تمام، بدي احسس الولد، خليه يلتمس انه المنهاج المدرسي اكيد له اهميته الكتير كبيره فتره مؤقته، لا وأكيد لفترة مؤقتة، بس هي مختلفة عن هواية المطالعة. أنا بدي أحبب الولد بهاي الهواية بعيداً عن الفرض.
يعني انا يمكن عندي بالمدرسه شوي هذا الشعور انه انا لازم ادرس لمن يجيب علامه، انا يمكن شوي بدي اضغط على ابني ليجيب لي نتيجه منيحه لتطلع الاول لتكون شاطر مشان ما تخلي زملائك يسبقوك، لكن انا عندي هوايه القراءه بدي نمي له اياها بدون فرض، انا بدي افكر كيف بدي احبب هذا الولد بهاي الكتب، ممكن لما بلش فيها وهي ملونه، في عنا اشياء اليوم بالسوق مثل الاحرف البارزه، زي الاحرف اللي بتطلع اصوات، الشيء الملون، في شغله هلا الطفل عنده بالفتره الفضول، فانا فيني خليني استخدم الفضول كوسيله تشويق، انه مثلا انا عم بقرا له قصه، شو بتتوقع تكون نهايه القصه؟ او جبت له مثلا عدد من مجله، انه حبيبي شو بتتوقع تكون العدد الجاي؟ شو ممكن يكون في اشياء؟ يعني خليه يستخدم خياله بهاي الطريقه، وفي كمان كثير اشياء ثانيه نحن فينا نستخدمها نحبب الولد بهاي الهوايه. مثل ما قلت يمكن هلا فينا نستغل فضول الطفل وننمي خياله، لما نقول انه 70% من المعلومات اللي بنكتسبها هي من القراءه، فقديش فينا نلعب على كثير من التفاصيل لنخلي الولد خصوصا في ظروف الحرب اللي عم نعيشها يبتعد شوي عن الظروف الصعبه اللي مرق فيها، يمسك الكتاب ويقرا، يتعلم حضارات وثقافات اخرى. اليوم شو الفوائد يمكن التربويه والنفسيه والتعليميه للقراءه لاطفالنا اليوم؟ يمكن احنا صرنا 7 سنين عم نعيش ظروف استثنائيه. تمام، هلا ضمن الحرب الطفل صرنا نحسه اوعى من عمره، صار يحكي يمكن مصطلحات حتى اكبر كثير، صحيح مناسبه لعمره، فهون كثير مهمه القراءه انه نرجع الطفل لعالمه لبراءته لطفولته، خليه يرجع نعوده على المصطلحات اللي لها علاقه بالطفوله والبراءه. هون كثير مهمه فكره انه الطفل خلال الحرب شاف كثير من العدوانيه والقتل والناس اللي هون ابعد ما يكون يمكن عن الانسانيه، فنحن من خلال القراءة في نقطة كتير مهمة، إن نحن بنبرز من خلال القصص تبع الأطفال، القصص الهادفة طبعاً، القيم الاجتماعية والقيم النبيلة. برجع بعزز عنده مثلاً لما أنا عم ببين عنده الخير والشر ضمن القصة، بالأخير عم بتكون النهاية لصالح الخير، الشيء الصح والغلط، نميز بين الصح والغلط عند الطفل، خليه يتجه باتجاه الصح من خلال نهاية القصة. ولما انا عم عزز عنده القيم الايجابيه عنده حتى انا عم مشي او عم وجهه باتجاه الطريق الصحيح والسلوك السوي، يعني فينا نقول. نعم، هلا ام باي عمر ممكن انه نخلي الطفل يصير يقرا روايات ثقافيه ادبيه؟ طبعا من بعد ما نكون عودناه بمرحله عمريه انه هو يقرا قصه ورا قصه، يعني شوي شوي يمكن منكبر الكتاب او منكبر الروايه الكتاب. تماما، ايمتى نبدا بالروايات؟ هلا من بدايه لما هو يبلش يقرا، الطفل هو غالبا بالصف الثاني يعني 7 سنين، صار فيه يقرا يمسك كتاب ويقرا، لكن انا بالاول بدي بلش انه ممكن ساعده انه انا اقرا صفحه انت صفحه، ممكن يقرا قصص بسيطه. كل ما تقدم بالعمر خاصه اذا كانت عنده هاي الحاله مستمره، صار فينا نختار نحن كتب اكثر تنوع، يعني لما كان صغير انا يمكن هون بدي احدد شوي المواضيع اللي لازم يقراها مع مراعاه التنوع، بس هو الطفل شو مثلا قدرته على الاستيعاب، يعني مثلا الطفل عمره 6-7 سنين بده يستوعب شيء مثلا محدود وليكن او شيء مناسب لعمره، فبدي اختار له مواضيع مناسبه لعمره ومناسبه لميوله، يعني مثلا انا طفل ممكن يحب يقرا مثلا عن الحيوانات وليكن، بس ما بيحب يقرا عن الرياضه، او بدي اشوف شو ميول الطفل والعب هي التفاصيل، فانا لما بدي احببه فيها بدي اختار له كتاب يناسب هو ميوله. لما يتقدم بالزمن واستمرت معه هاي الحالة وصارت فعلا عادية يومية مثل غيرها، هو من حاله رح ينوع أكثر ورح يفوت بمجالات أكثر تنوع، برجع كمان لميوله، بس أنا بنكون عم نتنوع أكثر يعني بالمواضيع. بس يمكن أكبر مثال يقتدى به عند الأطفال هن الأهل، يمكن الولد لما يشوف أبوه أو أمه ماسك كتاب بتلاقيه بقلتهم بحركاتهم، فممكن يمسك كتاب ويقرأ معهم. بس خلينا نحكي يمكن تختلف الكتب من سن لسن، وخصوصا مع ايام المدرسه، يعني فينا نقول بالعطله الانتصافيه 3 شهور او فن العطله الصيفيه 3 شهور تختلف الكتب، بدنا نلاقي مثلا كتب مع المدرسه تكون خفيفه، لانه مثل ما عم نشوف مثلا المنهاج عم يكون كبير للاطفال، فعم تلاقي انه بتلاقيهم بدهم يخلصوا درس بسرعه ويروحوا يلعبوا. تمام، هلا مثل ما قلتي في شغله انه القراءه بالقدوه، يعني الطفل لما يربى ببيت هو عم بشوف بعينه ناس عم تقرا، امه وابوه اخواته، هو رح يقلد، الطفل عنده عاده التقليد، صحيح. لما يشوف اهله هني عم يمسكوا جريده وعم يقروا فيها ومجله وكتاب وعندهم مكتبه بالبيت، يعني دائما الكتب قدام نظره مثل ما حكيت، فهو رح يقلد الكبار ويكتسب هاي العاده فعلا بطريقه اسرع. شو اختلاف نوعية الكتب عند الطفل مع اختلاف الأعمار ومع اختلاف الوقت؟ يعني الكتب يمكن بالعطلة الصيفية والنشاطات الثقافية تختلف مع المدرسة، يعني بنلاقي نختار نعرف شو الكتب كأهالي نختارهم لأولادنا. هل أكيد بده يكون في توجيه، يعني أنا بشوف
الطفل شو عم بيختار كتاب، انا رح ساعده بانتقاء الكتاب، لكن بدي اترك له الرغبه له حسب ميوله. بالنسبه للوقت نحن فينا طالما نحن عم ننظم الوقت فانا ما عندي مشكله، يعني انا اذا بخصص يوميا نص ساعه للقراءه فهذا يعني بكون كثير منيح. فينا نقول لكل طفل يوميا نص ساعه، ايه كثير منيح، ممكن ساعه ساعتين لما يتعود على القراءه اكثر او اذا هو عنده قدره على القراءه. فاذا انا عندي تنظيم بالوقت فانا ما عندي مشكله، يعني انا مثلا الطفل بحب مثلا يقرا نص ساعه المساء، يقرا قبل النوم، يقرا بس يخلص واجباته، هاي ما رح تاثر عليه. عندنا قراءه نص ساعه بعدين رح نقوم نلعب او بالعكس بدون ما اجبر الطفل انه بهذا الوقت لازم انت تقرا. يعني بدي ارجع يعني بضلني اكد على شغلي انه نحببه تحبيب بالقراءه ما نفرضه فرض، لانه يكون اذا فرضنا طقوس النهار للاهل بشكل عام تمام يعني تفصيله حياتيه نحن بنعيشها، يعني نخليها هيك بهاي البساطه مثل اللعب. يعني حتى في العاب نحن بنبتكرها الالعاب اللي بالقراءه هاي، ممكن الاهالي يقروا كثير عنها هيك اشياء العاب من خلال القراءه. صحيح، لكن هلا هيك منكون اطلعنا بموجز من خلال يمكن حديثنا معك لليوم عن أهمية القراءة وخاصة قراءة عند الأطفال. نتشكرك، شكرا كثير لحضورك. شكرا لكم كمان. هلا البدينة الأخصائية النفسية نتشكرك على وجودك معنا. شكرا لك. لهون مشاهدينا بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام من مكتبة الأسد الوطنية ومعرض الكتاب الدولي اليوم الختامي. بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، كل يوم الصبح بنطلع عليكم بتمام الساعة 9 صباحا، فابقوا معنا، ولكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات أكيد ابقوا برفقة شاشة الأخبارية السورية عبر تغطيتها المستمرة على مدار النهار. وأكيد بالختام بنوجه تحيتنا لحراس الأرض والأمان رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. شكرا لك نور، وشكرا لكل فريق العمل. أكيد موعدنا بكرة بيتجدد معكم تمام الساعة 9 صباحا. باي باي.